أهم شيء الراحة، الراحة النفسية يا مدام أهم من الراحة الجسدية. ها إن شاء الله إن شاء الله يا دكتور رح نريحه. المهم أماني، ها نحن جيران، أي شيء بدك يا جارتنا لو نص الليل بتخبروني، والدواء اللي كتبت لها يا يعني لو سمحتوا بانتظام بتاخذوه. أكيد أكيد رح نجيب لها الدواء، يسلموا إيديك. أماني ما تواخذني، بتعرف هي رفيقة عمري وانشلشت هيك فيها، ما عادت عرفت شو اللي بدي ساوي. وهي 500 ليرة. شو هاد مدام؟ 500 ليرة؟ لك شو شايفتيني الشحاد؟ أنا طبيب، طبيب ولي اسمي، لك أنا عندي عيادة وموظف سكرتير عم تعطيني 500 ليرة؟ ليش انبحتت هيك؟ شو ساويت؟ شو عملت يعني؟ لا، أنت فعلاً جاوزت حدودك معي، أنت عم تهينيني، يعني هي إهانة، إهانة كبيرة بحقي. الله يجيبك يا طولة البال، قديش بدك؟ أنا كرمال عندكم لأنكم جيراننا بس 5000 ليرة. نعم 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 5000، إن شاء الله بتصير 5000. شايفة أنت والدكتورة تبعك، يا الله لا يوفقكم. ولك ارحموا ارحموا هالشعب المعتر، لك أنتوا بعدتوا شبعتوا، ولك أنتوا لازم الواحد يشتكي عليكم للمحكمة الدولية للأمم المتحدة، لأنه ما عدتوا رحمتوا هالشعب المعتر، كل مالكم عم تفعسوا تحت الرجلين. ولك أنتوا شو أنتوا شو، ما عندكم ضمير، ما عندكم أخلاق، لا كلكم وشوفير التاكسيكم على الطالع واكل وعلى النازل واكل، ونازلين دعوة بهالشعب، ولك الله لا يوفقكم. عفوا مدام، أنا ما عاد بدي شيء، عليها العافية. بعدي هيك أحسن، سلامتك تقبريني، ما بيغلى عليكي شيء. 5000 قال.